أهلا بك أستاذ يوسف. مباشرة، هل نفهم من كل هذا أن الغرب يدعم المعارضة التركية إعلاميا هنا؟ مساء الخير، تحياتي لكم ولضيوفكم وسادة المشاهدين. بكل تأكيد الغرب مع الأسف هو ليس فقط يدعم، يتدخل تدخلا سافرا مقيتا ضاربا بكل مبادئ الديمقراطية، ويدعم المعارضة وكمان في الشرق الأوسط من خلال إعلامه الموجه سواء كان للناخب التركي في أوروبا أو حتى للناخب التركي داخل تركيا. ذا إيكونومست البريطانية تقول إما على الدكتاتور، ليبوينت الفرنسية تقول بأن أردوغان هو بوتين رقم اثنين، دير شبيغل الألمانية تقول بأن إذا تم انتخاب أردوغان مرة أخرى فهذا سيؤدي إلى أن يكون هنالك فوضى، وبالتالي نحن الآن أمام تحديات حقيقية. المعارضة تصوت أو المعارضة هي الآن مدعومة من الغرب بشكل واضح، والإعلام الغربي هو يريد أن بأي طريقة أن يشوه ويشوش ويشيطن الرئيس أردوغان. ولا ننسى بأن الرئيس أردوغان هو اختيار الشعب التركي. نعم أستاذ يوسف، هل في نظرك هل صار أردوغان يزعج بطريقة سياسية ما دولا غربية، وكيف ذلك؟ الرئيس أردوغان لم يأتي من خلال دبابة أو على دبابة، جاء من خلال انتخابات نزيهة وحرة، وهذا هو خيار الشعب التركي، وعلى الجميع أن يحترم نتائج صناديق الاقتراع. 15 استحقاق انتخابي في 21 عاما، واليوم الانتخابات هذه هي أيضا هي الانتخابات التي بناء على أساسها الشعب التركي يدلي برأيه في الديمقراطية. نعم أستاذ